أولى محطاتنا الصباحية نور رح نحكي عن انفعالات الطفل يلي هي وسيلة أساسية وطبيعية لحتى يعبر عن مشاعره وحاجاته ومتطلباته، وأيضا يقدر أنه يتفاعل ويتواصل مع أهله ورفقاته بالمدرسة. ونلاحظ اليوم أنه كثير من الأطفال نور وخصوصا المراهقين عندهم ردات فعل عنيفة نوعا ما مبالغ فيها متهورة، يمكن بسبب حساسية هي المرحلة أكثر وحساسيتها وبيلعب دور المحيط. أنا بعتقد أنه الانفعالي لدى الطفل شيء كتير مهم. أنت كيف بتركزي على النقاط الأساسية مع الطفل من البداية؟ وأحياناً نور كمان يمكن إذا كبتنا هي الانفعالات ممكن تولد مشاكل لبعدين. ما هو هي النقطة الأساسية حسب المحيط، لأنه أنت ربيانة ببيئة اجتماعية أكثر انفتاحاً. قبل كان دائماً يعني عيب تعبري عن مشاعرك، الطفل المؤدب هو اللي بيسمع الكلمة، لو زعل ما بيبكي. صحيح. ضبط المشاعر مشكلة كتير كبيرة، إذا عرفتي تضبطيها لازم صح، بس إذا ما عرفتي تضبطيها مع هون أطفالك هون المشكلة الكبيرة. أكيد. يمكن نحن ردات الفعل عند الأطفال حتى الأهل، يعني بتلاقي الطفل عصبي بردة فعله مثل أبوه مثلا، يعني ممكن يكون وراثي نوعا ما. أو هو مؤسس بالأخير الطفل مراية لأهله، يعني صورة. بيعكس صورة. صحيح. حتى لما بيحكي بده يعبر بيعبر مثل ما بيعبروا أهله. فهم نقول أنه كتير مهم اتباع لأساليب التربية الصحيحة مع أطفالنا حتى نضمن أنه ما يصير عندهم مشاكل أكثر. مشاهدينا رح نحكي عن الانفعالات عفوا عند الأطفال وشو كأمت ممكن تكون طبيعية وأمت ممكن يكون فيها مشاكل. كل هي التفاصيل مع ضيفتنا اليوم بالاستوديو الاختصاصية التربوية نغم طربية. يسعد صباحك. هلا، يسعد صباحكم صباح المشاهدين. يسعد صباحك. ودائما معك بنحكي عن مواضيع مهمة بتهم كل الأهالي، والنمو الانفعالي عند الأطفال والمراهقين يمكن موضوع جدا مهم اليوم، خصوصا بالعشر سنوات الأخيرة. آخر الدراسات بتقلك أنه أكثر الأطفال هم عندهم فرط نشاط دائما، عندهم انفعال أكثر من الأطفال سابقا. فخلينا نحكي أول شيء نعرف شو هو النمو الانفعالي قبل ما نحكي كيف فينا نأسسه صح مع أطفالنا. تماما. بالبداية بدي عايد الكل بمناسبة الأعياد، إن شاء الله بينعاد على الجميع بالصحة والخير وهداوة البال. بعيداً عن الانفعالات والشيء اللي بدنا نحكي عنه هلأ، النمو الانفعالي بيهتم بتطور الانفعالات عند الطفل من البداية، يعني من مرحلة الطفولة لمرحلة متقدمة من العمر. صحيح. يعني نحن هذا الشيء ما فينا نحصره بمرحلة الطفولة بس، دائماً منقول أنه هو من أهم مراحل النمو الإنساني لأنه بيهتم بمشاعر وبيهتم بانفعالات الطفل، ما بيقل أهمية عن النمو الاجتماعي أو النمو الجسدي النمو العقلي، كلهم مرتبطين ببعضهم. هلأ لحتى أتعرف أكثر عن النمو الانفعالي أو أعرف كيف بدي أتعامل مع النمو الانفعالي عند الطفل، لازم أعرف شو السلوك يلي عم بيسيطر على ابني بيسبب له انفعال. إمتى بتكون بتقبل عصبية الطفل؟ إمتى لازم أتدخل الانفعال يلي بيخليني أتدخل ما يسبب له ضرر لطفلي؟ وكثير من الأسئلة لازم أنا أعرف جاوب عنها لأقدر أتعامل مع هاي المرحلة بشكل صحيح. نحن عم نحكي عن النمو الانفعالي بشكل منفصل، لكن إذا بدي إجي أحكي عن شيء بخص الطفل ما في أفصله عن النمو الاجتماعي أو العقلي أو النمو الجسدي. صحيح. وغيرهم. صحيح. لأنه الطفل بعده لسه بمرحلة تكوين الشخصية. صحيح. لسه بعده عم بيتعرف، بعده عم يكتشف الأمور اللي حوله، عم تنبنى شخصيته. دائما منركز أنه النمو الانفعالي وأهميته هي بتساعد الطفل على تقبل المراحل الأخرى أو تعلم مهارات جديدة بحياته. يعني بدي أحكي أنا مثلاً، كثير من إحنا من الأخطاء بنقع فيها. ابني جاي معصب من المدرسة، عم يبكي، بطلب منه إنه هو يدرس. فجأة بدون ما أسأله شو باك ولا أسأله ولا أعمل له شيء. دروس ما بدي أدرس. بتبلش الأم، ابني عنيد، ابني عم بيعذبني، ما عم يسمع الكلام. صحيح. طيب الأهل هون ما أخذوا اعتبار لانفعالات الطفل، ما أخذوا اعتبار لمشاكله، فورا وصفوه بأنه هو عنيد ما عم يسمع الكلام. يعني حتى مثلا انت أنا عاملت الطفل بشكل كتير سيء بعيدا عن انفعالاته. هلق الطفل ممكن يكون بخلاف مع رفيقه بالمدرسة، ممكن يكون جايب علامة سيئة، هو ما محبط، ما حابب يخبر أهله. أنهم بحس أنهم بيعتمدوا على العصبية والعناد حتى يحصلوا على الشيء اللي بالدنيا تصير عادة عندهم. طبعا الطفل نحن بنقدر نميزه بهي الحالة. تمام. بنقدر نعرف إذا هو، طبعا إذا كنتي قريبة من ابنك رح تعرفي هو شو سبب انفعاله. أنت ما لازم توصلي ابنك للانفعالات الشديدة أو للعصبية
العصبية الشديدة يلي بتأثر على شخصيته. طالما كنت قريبة من طفلي عرفت شو هي الأشياء اللي زعجته، شو هي الأسباب اللي خلته منفعل زيادة، أنا بقدر حل الموضوع. يعني في أطفال منشوف إنه هي محتالة، لكن انفعالاتها بتكون واضحة إنه هي عم تحتال لتحصل على شيء معين. طالما قريبة من ابني بقدر حدد الانفعالات بالضبط. فأنا هون ما بروح أنا للسبب ليه هو مثلاً ما سمع كلامي، لا، بدي أعمل دراسة كتير منيحة على شخصيته. يعني دائماً الأم أو الأب الابن بيكون واضح قدامه بتصرفاته بسلوكياته بكل شيء، وخصوصاً إذا كنت أنا معه دائماً. دائماً الحوار المفتوح، دائماً أنا بحكي عنه ومنحكي إنه قريبة من طفلك، تعرفي شو هي الأشياء اللي زعجته كرمال تعرفي تحلي له مشاكله. يعني شوية سلاسة بالتعامل مع الطفل، نبتعد عن القسوة اللي دائما أنا بذكرها. بهي الحالة بنقدر نتخلص من انفعالات الطفل. طبعا هذا الشيء ما بيعني أنه ما خلي الطفل ينفعل، شيء طبيعي، بده يعبر عن حزنه، بده يعبر عن فرحه. والشيء الغلط اللي نحن بنشوفه أنه خصوصا للصبيان للأسف، أنه أنت صبي ما بيصير تبكي. طب ليه ما بيصير يبكي؟ هو إنسان. تربية أنه لا تبكي طبعاً. والبنت عاقلة ما بيصير تعبق، يعني هذا اللي هي ما هو بالنهاية إنسان وبده يعبر عن مشاعره. كتير عادي إذا بكي، كتير عادي إذا انفعل مثلا بالصراخ، بصراخ طبعا ضمن المعقول أنا عم بحكي، أكيد ما يوصل لمرحلة سيئة. فهي المفاهيم الخاطئة اللي نحن بنعتمدها، لا أبدا، الإنسان بده يعبر عن مشاعره، بده يعبر عن غضبه. أنا عم بحكي عن النمو الانفعالي وعم بحكي عن الانفعالات بشكل عام، بس بالنهاية أنا في عندي مواقف ممكن تخليني عصب، لكن ضمن الحدود، كل شيء ضمن الحدود المعقول، فبيعتبر طبيعي. لأنه بدنا ننفعل، بدنا نعصب، بدنا نزعل، بدنا ننبسط، فهي المشاعر كلها كتير ضروري نعبر عنها لكن ضمن حدود الطبيعي. تمام. يعني نغم، بما أنه عرفنا هيك تعريف مبسط عن النمو الانفعالي، خلينا نحكي أكثر عن أهمية النمو الانفعالي الطبيعي السليم للطفل بالمجتمع. النمو الانفعالي بينقسم لقسمين، لمرحلتين، مرحلة قبل السنتين والمرحلة بعد السنتين. قبل السنتين بنشوف الأطفال حديثي الولادة أول ما بيولدوا فورا ببلشوا بالصراخ. الطفل بهي المرحلة بيعبر عن أي شيء بده إياه بالبكاء. صحيح. يعني مثل ما بيقولوا لنا أمهاتنا قديما، وخصوصا الأمهات اللي عندهم مولود جديد وما بيعرفوا كيف بدهم يتعاملوا معه، إنه يا الله عم يبكي، ليه عم يبكي، شو السبب؟ وسيلة التعبير الوحيدة لدى الصحيح. هو يا جوع يا موجوع، مثل ما بيخبرونا أهالينا. فهذا الشيء بهي الطريقة بيعبر الطفل الصغير. بعد الست شهور ببلش مع البكاء، بيعطينا إيماءات وحركات الوجه، يعني كمان بيصير بيفرجينا انه هو مبسوط، بيفرجينا مع مكافات او تعبير. صحيح. تماما. بعد السنتين هون هي المرحله كثير رئيسيه وكثير حلوه. طالما الطفل بلش يحكي فهو بده يعرف يعبر بردود افعاله، بيعرف رده فعل الاخرين. بهي المرحله بصير كثير حلو الطفل، يعني كثير الطفل بصير قادر انه يعبر بطريقه حلوه. أنا لما بدي أحكي أو أوجه أي سؤال للطفل، شو بسأله؟ بسأله كتير، نحن مثلاً بنسأل أولادنا أنت مبسوط أو لا؟ هاي الجملة كتير واضحة بالنسبة لإلي وإلك ولا كتار أشخاص كبار، لكن بالنسبة لطفل صغير هي مو واضحة. صحيح. أنت مبسوط أو لا؟ كتير ممكن، لا أنا بقول له أنت مبسوط أو زعلان. كيف بدي أعلم الطفل يعبر عن مشاعره؟ يعني الطفل ما بيعرف هي المشاعر لسه ما عنده وعي كامل. هي المفاهيم بالنسبة له مو واضحة، مفهوم كبير وصغير مثلا، حزين، سعيد، هي الأمور كلها بعدها مو واضحة عنده. لازم علمه المفاهيم لحتى يقدر يعبر عنها. بهي المرحلة ما بلوم الطفل ولا على أي شيء عم يعمله، لأنه أنا ما كان أو الطفل ما عنده قدرة كاملة لاستيعاب الموضوع، ما عنده هذا النضج الكامل. والانفعال، النمو الانفعالي هو جزء كتير أساسي بيتعلق بالأهل وردود أفعالهم. ردة فعل الأهل هي كتير أساسية. صحيح. يعني نحن بأول مرحلة مثلا الطفل بيكون هو وصغير، أول ما ببلش بيحكي شتائم مثلا، بيحكي كلام، الأهل شو بيساووا؟ بيضحكونه. صحيح. أنه أنت بعد سنة ممكن إذا بيعيد هذا الكلام فورا بقابل الطفل هذا الموقف بصراخ، ممكن ضرب، ممكن عصبية. طيب
الطفل بيكون موقفه بهي المرحله انه هو محتار، لانه اساسا هو ما بيعرف انه هذا الشيء غلط. هو صحيح. اخذ عاد هذا الموقف بسبب ردة فعل الاهل بالمرحله الاولى. يعني هن نضحكوا لي معناته هذا الشيء عادي، يلا بكمل فيه. هذا بنسميه نحن الانفصام التربوي. هذا اللي بدي ركز عليه، يعني هذا بدي اسالك عنه. مثل ما ذكرتي هي المفاهيم كلها اللي لها علاقه بالنمو الانفعالي والمشاعر هي مكتسبه عند الطفل تماما من المحيط والبيئه، واساسا الاب والام والام بشكل اكبر. خلينا نركز على هي الاخطاء الشائعه، لانه نحن عم نحكي من بعد السنتين هي مركز، يعني نقطه اساسيه بالنمو الانفعالي فيني اسس انا كأم صح. شو الاخطاء الشائعه اللي بيوقعوا فيها الاهل؟ يعني مثل ما هي الموقف اللي ذكرتي دائما بيتعرضوا له وبنشوفه بمحيطنا ضمن الاخطاء، شو اكثر الاخطاء الشائعه اللي لازم ما اوقع فيها انا كأم اليوم؟ لانه دائما الام بحاله لوم لذاتها انه هي عم تحاول يمكن اشد الوسائل فعليا تتعلموا صح، تربيه صح ضمن حتى هي، يعني احيانا التربيه تبع الام تكون خاطئه مكتسبه، كيف بدها كمان تنعكس على الطفل؟ طيب الاول خطا نحن بنقع فيه انه الاهل دائما ما بياخذوا اهميه لمرحله الطفوله. يعني كل اغلب الاهل، طبعا انا ما بدي اعمم بهذا الموضوع، بس الاهل دائما بيقولوا يلا ابني بعده صغير بعدين بربيه، ما راح يفهم علي، ما راح يستوعب، يلا شوي شوي هو الايام بتعلمه. صحيح هذا مع انه الطفل تلسكوب بيلقط تماما. هذا الغلط اللي عم نقع فيه، لانه كلنا بنعرف باول 5 سنوات بتتكون شخصيه الطفل، بتتكون كل السلوكيات الصحيحه. نحن هون باول 5 سنوات عم نزرع بذره لحتى نحن نلاقي ثمار ناضجه، نلاقي سلوكيات صحيحه بعدين. كمان هذا الشيء لما عم بزرع صح مو معناتها انه الطفل ما رح يخطئ، لا بالعكس الطفل رح يخطئ لحتى يتعلم، لكن بتمر هي المراحل بسلام، بتمر بسلاسه بدون ما تأثر على شخصيته. فلهذا الشيء نحن دائما دائما نعمل تنظيم ذاتي للطفل، علمه الحدود، علمه شو صح وشو الغلط. ما بيجي بعاقب الطفل على شيء هو اساسا ما بيعرفه. صح. لازم عرفه الصح من الغلط لحتى يعرف يميز. وبعدين بصير انا اذا بدي مألوم الطفل على تصرف بكون انا معلمته اياه. ومو غلط اذا هو جرب، مو غلط اذا هو تعلم، لا بالعكس. وحتى نحن لما بينفعل بيوصل لمرحله مثلا لمرحله كثير سيئه، ما اجي انا قابل هذا الشيء بعنف، اجي اضربه للولد، لا بدي انطره لحتى يخلص من نوبه الغضب لاقدر اتعامل معه. وكثير من المواقف بتسبب انفعالات عند الطفل. صحيح. بقابلها الاهل بضرب، بعنف، بصراخ، مثل طفل صغير مثلا عمره 2 سنين، هي كثير بنشوفها عند اطفالنا. في لعبه بايد اخوه او بايد رفيقه، ابن خاله، المهم انه الطفل بهي المرحله لما بيجي بده ياخذ اللعبه، هذا ما بيعني انه هو طفل اناني. الام ابني اناني بده اللعبه يلا اعطوه اياها، لانه بضله بيبكي لياخذها، لا. الطفل بهي المرحله بيتمحور حول ذاته، عم يفرغ يعني كمان انفعالاته. مو شايف، هو مو القصد انه ياخذ اللعبه من فلان او من فلان او غيره، هو بده اللعبه وبس. فأنا ما بوصف ابني بالأناني، لا بالعكس، أنا بجيب ابني بعلمه حدود ملكيته. هي ملكيتك، هي ملكية الآخرين، هي أنت حدودك بتلتزم فيها، وهي مو غلط أنك أنت تعطي الأشياء اللي إلك تعيرهم لغيرك، بس بالمقابل كمان انت بدك تحافظ على اشيائك. يعني كل هي الاشياء لما بنعلمها للطفل بتكون واضحه امامه، بس ما بيجي بوصف الطفل مثل انه انت عنيد، انت اناني. هاد الطفل هون بده يتمسك بهي الصفات. صحيح. وبياخذها عاده لبعدين. اكيد. يعني يمكن كمان من الاخطاء الشائعه باساليب التربيه بنشوف انه بعض الاهالي بيمارسوا كثير فروقات فرديه بين الاطفال، بتلاقي بيدللوا طفل غير الثاني، بيعطوا حنيه ومشاعر اكثر، هي ممكن يسبب غيرة. هي الغيرة ممكن تؤدي لكثير من الانفعالات طبعاً. عند الطفل. هذا الغلط الكبير عند الأهالي. مو بس ببيوتنا، بالمدارسنا، بروضاتنا، بأي شيء بخص الطفل. التفرقة بين طفل والتاني هذا الشيء غلط. أنا لما بدي أجي حاسب الطفل بحاسبه على سلوكه، ما بجي بقول له أنا مثلا أنا بحبك، بحكي للطفل انه انا بحبك. صحيح. بس سلوكك كان غلط. هذا الشيء بخليكي قريبه من الطفل، بخليكي احسن بالتعامل معه، او هو بيقابلك بسلوكيات صحيحه.
طيب خلينا نحكي يمكن بعض النصائح لكل الأهالي اللي عم يتابعونا بكيفية التعامل مع النمو الانشعالي عند الأطفال. يعني حكينا على الأطفال هي مرحلة ممتدة لمرحلة المراهقة. المراهقة يمكن مرحلة أكثر حساسية، الانفعالات بتكون مختلفة وطريقة التعبير مختلفة لإثبات الشخصية وردات الفعل عندهم. هلق المراهقة كتير من الأهالي بتلاقي صعوبة بتربية المراهق، بس الشيء اللي نحنا بدنا نحكيه أنه دائماً دماغ المراهق بيكون مرن وغير مكتمل، تفكيره بيختلف تماماً عن تفكير البالغين، لأنه البالغ إذا بدي أعمل مقارنة بسيطة بين دماغ البالغ والمراهق، منشوف البالغ بيفكر عن طريق بواسطة القشرة الدماغية واللي هي مسؤولة عن القشرة الجبهية عفواً، واللي هي مسؤولة عن التفكير المنطقي، هو جزء منطقي. لهيك منشوف كل المواقف اللي بيستجيبها بيستجيب لها بوعي وبمنطقية، بعكس المراهق اللي هو بحلل المعلومات عن طريق اللوزة الدماغية واللي هي مسؤولة عن العاطفة. هذا الشيء اللي منشوفه عند المراهق، بفكر بطريقة بالعاطفة ما بفكر بعقله، ما عنده وعي. كتير الانفعال بسبب التغيرات الفيزيولوجية اللي بتطرق على جسمه، يعني منلاحظه منفعل دائما بده يثبت وجوده، بنت أو صبي بيحاولوا يطلعوا من إطار الأسرة أنه أنا موجود كلمتي اللي بدها تمشي. الأهل دائما يكونوا حريصين ما يعملوا هاي المرحلة تحدي بينهم وبين الطفل، لأنه هاي مرحلة لازم تمرق بسلام ويعرفوا يتعاملوا معه بطريقة كتير حلوة وسهلة. أكيد. يعني بنت شكرك كثير، الاختصاصية التربوية نغم تربية، شكرا كثير لك. هلا حبيبتي. أكيد يمكن حكينا عن موضوع ونقاط كثير مهمة، يا رب نكون قدمنا الفائدة والمعلومة المفيدة لكل الناس. شكرا كثير لك. هلا هلا وسهلا.